نعمته والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد فيا ايها المسلمون، للامن ثمن وللوطن جنود وللحكم رجال، وهذه كلمه شكر وعرفان ووفاء وولاء نزيها لجنودنا المرابطين في ميادين الشرف الذين ارخصوا الارواح وحملوا السلاح وواجهوا الموت في سبيل صيانه الحرمات والمقدسات. ايها الانجاد البسر المسائيد، يا من رويتم فراق، يا من رويتم فراق هذه البلده بدمائكم وفديتموها بارواحكم وحفظتموها بتصفياتكم، يا من وقفتم سدا منيعا وذرا رفيعا ضد عدوان الخبيث، ضد العدوان الخبيث، يا حماة الحرمين، يا ذخر الدار وعز الوطن وحصنه ودرعه. لا كلمة تفيدكم ولا شكر يجزيكم ولا مدح يمنى فيكم، عبد العابدون وركع الراكعون وصام الصائمون في ربيع الأمن ودوحة الإسلام، فدوحة السلام التي عمرها جهادكم وصانها كتابكم. عيدكم مبارك، كلمة تهنئة تطوف ثغوركم وتصافح خنازيركم ومراشدكم، وكل عام وأنتم بخير وجهادكم منصور وعدوكم مقهور وبلادكم مصونة، والنصر قريب والنصر بقريب بحول الله وقوته. شكرا يا حماة الوطن والعقيدة والدين، شكرا يتقاصر أمام قاماتكم. ما نسيكم إلا بالدعاء لكم، فدعواتنا الصادقة في صبيحة يوم العيد أن يكتب الله النصر عادلا وأن يرد العدو خائبا منهزما. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000 آمينا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يا معشر المسلمين، إن الله رفعكن وشرفكن وأعلى قدركن ومكانتكن وحفظ حقوقكن، فاشكرن النعمة واذكرن المنة واغضضن أبصاركن واحفظن فروجكن وتصدقن وأكثرن الاستغفار، ولا تكثرن اللعن ولا تكفرن العشير ولا تبرجن ولا تكشفن. والمرأة الشريفة العفيفة لا تقبل أن تكون منبع إثارة